السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نقوم بالتعرف على علاقة أطراف بأطراف، أي كثير لكثير. قمنا بالتحدث عنها سابقا بشكل نظري، ولكن سوف نقوم بتطبيقها الآن بشكل عملي. مراجعة نظرية بسيطة: لكل سجل فيه جدول A سجل مرتبط أو أكثر من الجدول B، والعكس صحيح. يجب إنشاء جدول وسيط يتضمن المفتاح الأساسي من الجدولين وجعلهما مفتاح رئيسي كليهما. في الغالب هي علاقة نظرية ولا يمكن تمثيلها، لذا يتم كسرها بإنشاء الجدول الثالث وإنشاء علاقة رأس بأطراف بين الجدول A والجدول الثالث، زائد إنشاء علاقة رأس بأطراف بين الجدولين B والجدول الثالث. مثلا جدول المشاريع لكل مشروع أكثر من ممول، وكل ممول يمكن أن يمول أكثر من مشروع. نقوم بالذهاب إلى هذا الجدول. لاحظوا معي الآن، سوف نقوم بإنشاء جدول المشاريع. المشروع، أوكي، نضع هذا مفتاح رئيسي. نسميه ونعمل جدول آخر ليس بهذه الطريقة، نسميه أو ندخل بداخله حقل الممول، نجعله مفتاح رئيسي، نحفظ الممولين. حسنا، نحن قلنا أنه لكل مشروع أكثر من ممول، وكل ممول له أكثر من مشروع، وبالتالي يجب إنشاء جدول آخر يضم ماذا؟ يضم المشاريع ويضم الممولين، يضم المشاريع ويضم الممولين. نقوم بإنشاء هذا الجدول، نحفظ هذا، تصميم الجدول، المشروع، الممول، بنفس أنواع البيانات. الآن نقوم بجعل هذين الحقلين مع بعضهما مفتاحا أساسيا. لماذا جعلناهما مع بعضهما مفتاحا أساسيا؟ بسبب أنني عندما أدخل مشروع رقم واحد مموله، الممول رقم واحد، لا أستطيع إدخال هذا السجل مرة أخرى بنفس البيانات، أي لا أستطيع إدخال مشروع رقم واحد ممول رقم واحد مرة ثانية. نسميه الوسيط بين المشاريع والممولين. في حقيقة الأمر لدينا نوعين أساسيين من العلاقات، اللي هو علاقة رأس بأطراف، وهي أول علاقة وأشمل علاقة وأوسع استخداما، وعلاقة رأس برأس. أما علاقة أطراف بأطراف فهي علاقة، دعونا نقول أنها تنشأ بشكل غير مرئي، تنشأ بشكل غير مرئي. لاحظوا معي، إذن لدي جدول المشاريع، ولدي جدول الممولين، ولدي جدول الوسيط بين المشاريع والممولين. أقوم بالذهاب إلى أدوات إنشاء قاعدة البيانات وعلاقات. أقوم بإظهار الجداول المشاريع والممولين والوسيط. ممتاز. لاحظوا، لدي مشاريع ولدي ممولين، وهذا وسيط بينهما. العلاقة لا تنشأ بين المشاريع والممولين، العلاقة تنشأ بين هذا الجدول وهذا الجدول، وبين هذا الجدول وهذا الجدول. لاحظوا، أقوم بإنشاء المشاريع والمشاريع هنا، يقول لي علاقة رأس بأطراف. ممتاز. أفرض التكامل المرجعي أو لا أفرضه، طبعا هذا تابع لكم. وأيضا الممول، فرض التكامل المرجعي، علاقة رأس بأطراف، لاحظوا علاقة رأس بأطراف. إذن تكوين هذه العلاقة كاملا يسمى علاقة كثير لكثير، بهذه الجداول وبهذا الربط. الجدول الوسيط هو بين المشاريع والممولين، هو جدول يضم حقلين، والحقلين مفتاحين رئيسيين. المشاريع هنا مفتاح رئيسي، والممولين هنا مفتاح رئيسي. دعونا نقوم بإدخال
المشاريع ندخل مشروع واحد، مشروع اثنان، مشروع ثلاثة. اوكي نحفظ نخرج الممولين، ممول واحد، ممول اثنان، ممول ثلاثة. لاحظوا عند نقر هنا لن يظهر لي أي شيء. أقوم بالذهاب إلى الوسيط والقول له مشروع واحد لديه ممول واحد، مشروع واحد لديه ممول اثنان، أي المشروع الأول لديه ممولين. أوكي لاحظوا معي، مشروع واحد لديه ممول واحد بسبب أن المشروع الواحد، أوكي قمت بإدخال أن له ممول واحد، فلماذا تدخله مرة ثانية؟ نقول له ممول اثنان، أيضا لن يقبل، ممول ثلاثة سوف يقبل. الآن مشروع اثنان لدينا ممول واحد، والمشروع ثلاثة لدينا ممول واحد، والمشروع ثلاثة لدينا ممول اثنان، وهكذا. لاحظوا معي الآن، أذهب إلى المشاريع وأرى المشروع واحد كم ممول لديه؟ لديه ثلاث ممولين، ممتاز. المشروع اثنان كم ممول لديه؟ ممول واحد. المشروع ثلاثة كم ممول لديه؟ ممولين. نقوم بالذهاب إلى ممولين. الممول الأول يقوم بتمويل ثلاثة مشاريع، المشروع الأول والثاني والثالث. الممول الثاني يقوم بتمويل مشروعين، الأول والثالث. الممول الثالث يقوم بتمويل مشروع واحد، وهكذا. إلى الآن انتهينا من شرح كافة العلاقة. ألقاكم إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. لكم مني التحية، وأي سؤال أرجو إضافته في المنتدى للنقاش، وإن شاء الله أقوم بالإجابة عليه في أسرع وقت. لكم مني التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.